لعلها الوجبة الأكثر شعبية بالمغرب، طوابير يومية من الزبائن بانتظار طلباتهم من الشفنج. هذه الأكلة المغربية بامتياز، بمكونات بسيطة الشفنج استطاع أن يصمد ويحافظ على مكانته وسط الوجبات رغم تنوع المطبخ المغربي وغناه. المهنة تعلمنا وحنا باقيين مازال صغار، خرجنا من الدراسة وجينا نتعلموا هذه الحرفة هذه، والحمد لله حنا معيشين بها روسنا ومعيشين بها والدينا تاهم. أكلة شعبية وتيبغيوها الناس في الصباح وفي العشية عاود إوا، وسيرتو مع هذا البرد هذا الناس كنتعاشرو حنا في البرد. لا ساهل، ماشي شي صعوبة بزاف، يعني كنعجنو جوج عجنات في النهار، وحدة في الصباح وحدة في العشية. الصباح بكري ايوا صافي، المهم هاد الحرفة تعلمتها من قديم وصافي، تقريبا شي 12 عام تقريبا وانا خدام في هاد الحرفة. الشفنج الأكلة التي يجتمع عليها الغني والفقير، أكلة لا تعترف بالفوارق الاجتماعية، ملح وماء وطحين وخميرة يحضر قبل طلوع الشمس ليكون وجبة بعض العاملين الذين يتجهون لعملهم في الصباح الباكر. يتم تحضيره من طرف الشفنجي مرتين باليوم، الأولى على الساعة 3 صباحا يترك لتتم عملية التخمير قرابة الساعة والنصف، وقد تصل إلى ساعتين إذا كانت درجة حرارة الطقس منخفضة. عزيز علي الشفنج كان ناكله من صغرين، مش حال هذه وانا عزيز علي الشفنج. كان في طربي ما كان نخدم في سلا، كنت نوض مع الربعة ديال الصباح كان في طربي بالشفنج. الشفنج زوين السيد الله عمر لي الدار، أول مرة كيصيب الشفنج هذا السيد هذا، كل شيء كل عشية كنجي ناكل وندي لداري ما ناكل. شحال هادو نتا ناكل الشفنج انا في سيد الطيبي، تيبان لي اكله مزيانه. تنقدم في الثلاث نمشي مع الربعه الصباح تنفطر به عاد تنمشي، تيبان لي واقيلا هاد الشفنج راه كاينه في المغرب، ما كاينش شي منطقه اخرى من غير المغرب في اي دوله تيبان لي. بدرهم واحد ثمن الشفنجه الواحده وشاي مغربي، وجبه فطور غنيه بسعرات حراريه عاليه لمن يبدا نهاره بالمجهود البدني خاصه. الشفنج أكلة يحبها الصغار والكبار، يشترط الحرص على عدم الاستعمال المتكرر لزيت القلي وتجنب استهلاكه بكثرة. الشفنج يبقى أكلة الأسواق الأسبوعية المغربية بامتياز.